وبنفس قاعده النظام الفردي، يعني اللي يجيب 50% زائد واحد يفوز. في الـ في الـ في النظام النسبي لا، في النظام النسبي بيتم توزيع المقاعد حسب النسبه اللي حصلت عليها كل قائمه. يعني قائمه حصلت على 5% هتاخد 5% من المقاعد. ولذلك هذا النظام بيدي فرصه لاوسع تمثيل. فالأحزاب في هذه الانتخابات معتمدة بتعتمد أساسا على مرشحين غالبا ليست لهم علاقة بها. يعني هؤلاء المرشحين أقلهم من أعضاء الحزب وأكثرهم من خارج الحزب. والمرشحين من داخل الأحزاب هم المرشحين التقليديين اللي هم عندهم عيلة بينتموا العيلة، اللي هم عندهم فلوس كتير يقدروا يصرفوا في الانتخابات. يعني في هذه الانتخابات الأحزاب بتختار، يعني لا تستطيع أنها تختار أفضل من لديها لترشحهم في هذه الانتخابات، إنما مجبرة على اختيار الأكثر نفوذا والأكثر مالا، وإذا لم تجدهم عندها تبحث عنهم خارجها وتجتذبهم وترشحهم. فالنظام الانتخاب بيجعل دور الأحزاب في هذه الانتخابات دور محدود جدا. طيب، يعني معنى كده إنه البرلمان الجاي هيسيطر عليه بالتالي عدد المستقلين هيبقى أكبر. ده الطبيعي. ومعظم المستقلين توجههم لحد ما في نسبة كبيرة جدا حزب وطني. فعايزين نعرف تصور ازاي ده هيأثر على قرارات البرلمان الجاي، هيأثر على اختياراتهم، هيبقى شكل أداء البرلمان الجاي عموما ازاي في ظل وجود يعني نواب من الوطني ونواب معظم أدائهم مرتبط بالمصلحة بس الشخصية. شوفي، ما بقاش في حاجة اسمها حزب وطني. حزب الوطني ده أصبح تاريخ. والمرشحين من الحزب الوطني جزء منهم مرشحين عن طريق احزاب مختلفه، معظم الاحزاب مرشحه اعضاء من الحزب الوطني، والباقيين مستقلين ولم يعد هناك اي شيء يجمع بينهم. انما السمه العامه فيهم انه اغلبيتهم الساحقه ليسوا من الصف الاول في الحزب الوطني، وبالتالي هم ليسوا الأكثر خبرة أو أكثر قدرة على العمل البرلماني. يعني معظم الصف الأول في الحزب الوطني ليسوا مرشحين في هذه الانتخابات، إما أنهم ابتعدوا أو أرغموا على الابتعاد. فالمرشحين هم من ابتداء من الصف الثاني، وكان في منهم نواب سابقين بس كلهم من الصف الثاني. وبالتالي حتى فيما يتعلق باللي كانوا في الحزب الوطني، هذا المجلس فقد ميزة انه يبقى فيه نواب من الصف الاول في الحزب الوطني اللي عندهم خبرة برلمانية. وهؤلاء يعني وجودهم في هذا البرلمان كان هيبقى افيد لهم لو انهم رشحوا او سمح لهم بالترشح بمن فيهم احمد عز، لان عندهم خبرة برلمانية وعندهم قدرة على العمل ويستطيعوا انهم يناقشوا قضايا عنه. انما الاغلبيه الساحقه من اللي كانوا في الحزب الوطني هم يصلحوا اعضاء مجالس محليه. فدي المشكله الاساسيه. المشكله مش انهم كانوا في الحزب الوطني، الحزب الوطني ده بقى تاريخ خالص. يعني والاستمرار في يعني الحديث عن الحزب الوطني، الحزب الوطني لم يعد له معنى. احنا بنتكلم عن ناس لم يعد هناك شيء يجمع بينهم. بس كل واحد يمضي في اتجاه. فالمشكله الاساسيه مش انه في نواب من الحزب الوطني، المشكله الاساسيه انه اكثر اعضاء الحزب الوطني وقياداته خبره، ومن كان يمكن ان يكونوا مفيدين لهذا المجلس ليسوا موجودين في الانتخابات. معظم الانتخابات اللي اجريت فيها عدم مشاركه، احنا كنا بنقول انها نسبه مشاركه ضعيفه متدنيه، اعتقد ان هذه الانتخابات المشاركه فيها هتبقى اقل لكل هذه الاسباب. منذ قليل قبل ما اجي لحضرتك على طول قريت خبر ان اللجنه العليا للانتخابات ضمت
مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر لمسألة ضوابط الدعاية الانتخابية بالنسبة للمرشحين. حضرتك شايف القرار ده يعني قرار صحيح أو سليم؟ لا هو شوفي هو اللجنة العليا للانتخابات فيما يتعلق بموضوع الضوابط ده كلام على الورق. يعني هذه الانتخابات وسابقتها كلها، هي مش بس هذه الانتخابات، كلها ليس فيها اي ضوابط، لانه من يضع الضوابط يضعها على الورق ما عندوش اي وسيله انه ينقلها للواقع. يعني مثلا عندنا ضوابط فيما يتعلق بسقف الانفاق الانتخابي، ولا توجد اي وسيله لدى اللجنه العليا للانتخابات انها تقيس حجم الانفاق، ولم تبدي اي اهتمام، رغم انه من السهل ومن الممكن انها توجد اليات لمراقبه الانفاق الانتخابي، لكنها لم تهتم بهذا اصلا. وبالتالي انا لما اقول عندي سقف مبلغ كذا وما عنديش اي وسيله عشان اقدر اقيس المرشح ده انفق كام وذاك انفق كام، يبقى انا بحط الكلام على الورق. فهي الضوابط المتعلقه بضبط العمليه الانتخابيه هي في معظمها قرارات على ورق غير قابله للتطبيق، لانه لم يسعى احد الى تطبيقها. مساله الحصانه على النائب في البرلمان، يعني حضرتك شايف انه المفروض يتمتع بالحصانه الكامله او شكل الحصانه عليه يبقى ازاي؟ اولا الحصانه دي من مساله مفروغ منها، دي مساله يعني مبدا الحصانه مبدا مستقر لا جدل فيه يعني ومنصوص عليه في الدستور. وانما القضيه هي كيف يعني تعريف هذه الحصانة وتحديد ما الذي تعنيه على وجه المفروض ان هذه الحصانة تتعلق بما يقوله النائب تحت قبة البرلمان، هو موجود داخل القاعة او في اللجنة، في قاعة اللجنة وهو يتحدث، هو لديه حصانة كاملة في هذا، بحيث انه لا يستطيع احد انه يجيب مضبطة ويقول ويرفع عليه دعوة لأي سبب من الأسباب، فهو عنده هذه الحصانة كمان. لكن المفروض أيضا أنه ما أن يغادر باب المجلس حتى يصبح ممتنا عاديا ليس لديه أي حصانة. وبالتالي حكاية أنه لا يقبض عليه إلا متلبس، يعني يبقى فيه أدلة قوية جدا انه ارتكب في جريمة او سهل جريمة او سهل فساد او عمل، وبعدين لانه مش متلبس ما اقدرش اقبض عليه، وبعدين لازم ارجع للمجلس عشان يرفع حصانة عنه وهو في شيء لا علاقة له بعمل المجلس، ده كلام مش معنى. الحصانة مبدأ مستقر تحت قبة البرلمان، فيما عدا ذلك لا مجال لأي حديث عن هذه الحصانة، هو يطبق عليه القانون كما يطبق على غيره. يعني لا ينبغي ان يتمتع باي ميزه قانونيه تميزه على غيره خارج الميزه القانونيه الوحيده التي يتمتع بها هو ما ينطق به تحت قبه المجلس. ده لكي يكون قادرا على انه يمارس دوره المطلوب منه في الرقابه على السلطه. من يريد ان يفتح اي قانون منها للنقاش يفتحه خلال جدول الاعمال العادي ضمن اقتراحاته، لكن هذا الموضوع سينتهي في دقيقتين وليس في اسبوع. الماده 146 اللي هي مساله موافقه البرلمان على الحكومه، يعني اذا لم يوافق البرلمان فهو بيقترح حزب الاغلبيه رئيس وزارة، فاذا لم يوافق شوفي دي مادة يعني بتعبر عن أمر واقع. يعني الواقع بيقول إيه؟ الواقع بيقول إنه رئيس الجمهورية بيشكل حكومة، لو هو عنده أغلبية مؤيدة ليه أو مفيش أي أغلبية
او في اغلبيه غير معنيه هو هيشكل الحكومه زي ما هو عايز يعني، ممكن يغيرها كل يوم بالنسبة. لو في بقى اغلبيه معارضه له داخل المجلس هو لازم يتفاهم معاها حتى لو ما فيش نص دستوري، يعني لو الماده دي مش موجوده، دي من الناس دي ما كانتش موجوده في دستور 71. انما لو افترضنا انه في عهد مبارك كانت احزاب المعارضه فرد خيالي خدت اغلبيه في الانتخابات، هل كان يقدر يجيب كده احمد نظيف وعاطف مش عارف مين وبتاع بمزاجه؟ ما كان يقدرش. لازم يتفاهم مع ليه؟ لانه رئيس الحكومه ده والحكومه بتاعته هيقفوا قدام المجلس، لو الاغلبيه في المجلس مش موافقه عليهم هتعترض عليه، او مش هتديله الثقه. ممكن يشتغل لو مفيش نص على سحب الثقة هيشتغل، هقول لك هيشتغل رغم غصب عن عين المجلس. المجلس مش الأغلبية مش هتتعاون معاه، ومع ذلك إن البلد كلها هتتعطل. يعني 95% من القوانين اللي يصدرها المجلس بترسل له من السلطة التنفيذية، هتمتنع هترفض الأغلبية، هيجي الموازنة العامة هترفض الموازنة العامة، خلاص البلد اتشلت. فهو واقعيا لو في اغلبيه معارضه بدون اي نص دستوري ينبغي، يعني في ظل هذا النظام نسميه نظام شبه رئاسي، فرضا على رئيس الجمهوريه انه يتفاهم معه ويتشاور معه حتى لو لم تكن هذه الماده موجوده.